يقول المولى سبحانه وتعالى: وكان الله عليكم رقيبا. الله عز وجل هو الرقيب عليك في السكنات وفي الحركات، في الجلوة وفي الخلوة. يقولها سبحانه وتعالى ليحذرنا وينذرنا، ذلك أن الإنسان بطبعه إذا ظن أن إنسانا آخر يراقبه انتبه وحذر، وهذا الإنسان يرى ظاهرك ولا يرى باطنك، فكيف بمن يرى ظاهرك وباطنك؟ فكيف بمن يرى خفايا نفسك؟ لذلك كان الله رقيبا، والله عز وجل أراد أن ينبهنا بهذا. فالإنسان إذا استشعر المراقبة سلك الطريق المستقيم وسلك الطريق القويم، فالمراقبة ركن قويم من أركان الاستقامة. لذلك عندما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، المراقبة في كل حين. وعندما جاء ابن عمر بقصة يعلمها الناس كافة ولكن فيها العبر إلى يوم الدين، فجاء ابن عمر مع رفقة له رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى راع مع أغنامه، فاستأذنه ابن عمر رضي الله عنه أن يبيعهم شاه، فقال الراعي: لا أستطيع أن أبيعكم، فلم يأذن لي صاحب الغنم ببيعها. فقال له ابن عمر ممتحنا إيمانه، ممتحنا مراقبته لله سبحانه وتعالى، قال: لا تقل لصاحب الغنم أنك بعتها، قل أكلها الذئب وخذ ثمنها إليك. وهنا مع هذا الامتحان الذي نجح فيه الأعرابي صرخ بأعلى صوته: فماذا أقول لله؟ فأين الله؟ المراقبة، فأين الله؟ حتى اهتزت أركان ابن عمر ومن معه، وذهب مسرعا إلى صاحب الغنم وقال له: أنا أشتري هذا الراعي. ثم أعتقه لوجه الله وقال له كلمة: أعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك في الآخرة. المراقبة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، المراقبة تتجلى في كلمات: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. من راقب الله في خواطره، لماذا في خواطره؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا أطلق العنان لخواطره تصول وتجول في المعصية، فإنها حتما ستتحول إلى عمل. لذلك من راقب الله في خواطره عصم الله حركاته وجوارحه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف الذي نعرفه جميعا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا مختليا، مختليا في خلوته ففاضت عيناه. لماذا؟ قال: ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، له نصيبه من ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لأن غالب الذنوب تأتي في الخلوات، يظن واحدهم أنه بعيد عن مرأى عيون الناس، فهو إذن بعيد عن مرأى عيون الله عز وجل، يستكبر ويتكبر ويقف في موقف يعصي فيه الإله وهو يظن أن الله لا يراه.
وإن كان على يقين بأن الله يراه فهو متحد للإله عز وجل، مجاهر بمعصيته والتي فعلها في مكان يظن أنها في الخلوات. لذلك المراقبة ركن قويم من أركان الاستقامة، علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى ونبهنا، ثم علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم ونبهنا، حتى أصبح العلماء من بعد الصحابة الكرام رضي الله عنهم كابرا عن كابر يعيشون مع المراقبة، ليس يوما فيوم بل ساعة فساعة ولحظة فلحظة. وهذا واحدهم يعلمنا ويقول أن من ورد المؤمن في اليوم والليلة أن يقول دائما مع نفسه وردا فيه المراقبة، فيقول الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. فإذا كان الله معك في كل حين فهل تعصي الإله؟ وإذا كنت متيقنا أن الله ناظر إليك في كل حين فهل تعصي الإله؟ وإذا كنت واثقا أن الله شاهد عليك في كل حين فهل تعصي الإله؟ لذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، المراقبة هي منهج رباني زرعه الله سبحانه وتعالى في قلوب أصفيائه ودلنا عليه ويسر لنا سبله حتى نتبع منهج الاستقامة، وهنا نكون قد حققنا ركنا قويما من أركان الاستقامة التي شابت لأجلها رؤوس الأنبياء. وشكرا لكم.